أنا الدكتور أحمد مجدي ربيع، مدرس واستشاري طب الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس قسم طب الأورام بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر. السؤال عن مناعة مريض السرطان وقت العلاج وهل ممكن نرفعها ولا لا؟ إحنا عندنا أدوية فعلا بترفع المناعة بس ليها استخداماتها المحدودة، وكلام واضح من كلمة محدودة، يعني مش كله هياخده ومش كله هيفيده لأنه برضو ليها أضرار هي كمان. إنما النصيحة اللي هو إيه، إحنا هناكل كويس، هنتغذى كويس، وأجن بقرر تاني إن إحنا لازم نحافظ على نظافتنا من ناحية نغسل إيدينا كتير، نعزل نفسنا، نلبس الماسك لو اضطرينا نختلط مع بني أدمين أو تجمعات. لكن عامة الأكل الكويس، الغذاء الكويس، الفيتامينز والفاكهة والخضار، الحاجات دي كلها مهمة جدا، العسل الأبيض، اللي هي الحاجات اللي كلنا طول عمرنا بيقولونا دي صحية. لكن الأدوية عندنا أدوية ترفع المناعة بس بنستخدمها في الضرورة القصوى لما ناخد العلاج، لكن مش عمال على بطال ينفع استعمالها.